السلام عليكم طلاب، راح أشرح لكم لكتشرتين للمحاضرة الأخيرة. طلاب، بالنسبة لهاي المحاضرة أنا بالنسبة إلي قرأت بها بس سؤالين، وأنا بالنسبة لنفسي متأكد إنه راح يجن ذن السؤالين، واحد للصباحي وواحد للمسائي، يعني بعد ماك داعي أقرأ الملزمة هاي وأتعب نفسي بها، لأن الشرح هو أنا قرأته هو غير مهم. وكذلك حسب ما قالت الست، قالت يجي 10% على الشرح والباقي الأسئلة تجي عبارة عن تروث تيبل وديزاين. هاي الملزمة اللي راح ندرسها بها فقط قلت لكم سؤالين، ذن السؤالين 100%، واحد من عندهن يجي لكم للصباحي وواحد من عندهن يجي للمسائي. الشرح ليش قلت لكم مو مهم؟ لان هنا لاحظت بالشرح هنا كله يحكي على المكونات الموجوده بالرسم، يعني يقول لك هنا بورت اي وبورت بي وبورت سي، هنا يعني بورت اي وبورت بي وبورت سي، ويحكي على بقيه التفاصيل، التايمر والديكودر وكذا. فاحنا ليش ما نجي مباشره للزبده؟ هذا السؤال الاول، هذا يجي لو للصباحي لو للمسائي. والسؤال الثاني هذا يجي لو للصباح والمسائي، ذن غير ذن السؤالين بهذا الفصل. أنا بالنسبة إلي ما أقرأ، إذا تسألوني اشتغل ما أقرأ غير ذني السؤالين. راح أشرح لكم ذن السؤالين. هذا السؤال إيش طالب؟ هذا السؤال طالب إنه ترسم ديزاين دراو، وقايل لك حدد the dress of the. لو تلاحظ ايش قايل لك هنا، شو تحدد؟ determine the dress of the control و output port و and timer and register، يعني حدد ذني ذني. هيا هن محددات اصلا بالرسم. هذا اللي طالب control word، وهذا البورت A، وهذا بورت B، وهذا بورت C، وهذا التايمر، وهذا هنا الريجستر، يصير هنا الريجستر بالتا، وهذا الديكودر. اذا اجى هذا السؤال ترسم هذا. وشو محدد لك هنا؟ ايش طالب بعد؟ شو يريد من عندك؟ يريد من عندك الاوتبوت. ايش قيمة قيمة الاوتبوت؟ قيمة الاوتبوت 2. لازم هذا الرسم شوية لازم وياه جدول. ليش؟ لان طلب الاوتبوت 2، ممكن يطلب الاوتبوت 4 ويمكن يطلب الاوتبوت 5. فبالتالي اذا طلب اوتبوت انت لازم ترسم جدول، بالاضافة الى الرسم ترسم جدول، وهذا الجدول مدخلاته تكون تختلف حسب قيمة الأوتبوت. إذا كانت الأوتبوت 2 تختلف عما إذا كانت 4، وهكذا. نجي هسه خلي الرسم بعد، هو أنتم راح تحفظونه وما كده أشرح لكم بالتفاصيل، بس خلي أوضح لكم توضيح. هذا هنا عندي ديكودر، هنا عندي بورتات. لو تلاحظ هنا منا راح يجي هذا اللاين ويدخل البورتات. الديكودر راح يوزع، الإشارات. هاي وزع إشارة للكنترول وورد، وانطى إشارة للبورت A، وانطى إشارة للبورت B، وانطى إشارة للبورت C، وآخر شيء انطى إشارة، عفوا، إشارتين للتايمر. هاي انطى اشارتين، لو تلاحظون انطى اشارتين للتايمر. وذن الاشارات هن منين جايات؟ جايات من الديكودر، والديكودر ماخذهن من الاي 0 الاي 7، وبقيه التفاصيل انتم بعد اول ترى هذا الرسم لازم تحفظوه. نجي نشوف الرسم، العفو الجدول، تروث تيبل. تروث تيبل سويناه على اساس شنو؟ على اساس انه الاوتبوت عندي 2، واضح؟ اجي الجدول، هيكليه الجدول ترسمه هيك من اي 0 لاي 7. ايش قد ما يعطيك الاوتبوت؟ اوتبوت 2 3 4 4 5، ايش قد ما يقول لك انت هاي هيكليه الجدول ترسمها. واضح ولا مو واضح؟ ذن تبقين فارغات، هاي منا ذن كلهن، هاي كلها تبقيها فارغه، هاي الاصفار الواحد تبقيها فارغه. نجي نملي حسب قيمه الاوتبوت. شلون املي؟ اجي اخذ اي 0 واي 1 واي 2، وذن كلهن اعتبرهن فارغات. اخذ واحد
الصفر اي صفر واي واحد واي اثنين. اجي ارقمهن بالباينري. هسه هذا ناشقد رقميت صفر، هنا ناشقد واحد، هنا اثنين، هاي اثنين بالباينري، هاي ثلاثة بالباينري، هاي اربعة بالباينري، هاي واحد واربعة، هاي خمسة، خمسة بالباينري، هاي خمسة بالباينري، واضح؟ اجيت رقمت هنا، ذني ثابتات، اي اوتبوت، اوتبوت 2 3 4 ذني ثابتات، اجي ارقمها ذني بالباينري، واجي لاخر اثنين الاي 6 والاي 7 ذني صفار، همه ذني ثابتات، ايش قد ما يعطيك الاوتبوت، يعني نقدر نقول هذا تروث تيبل، ذني قلت لك بين ذني ثابتات الاي 0 والاي 1 والاي 2 والاي 6 والاي 7 ذني ثابتات اجي صفار. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الاي 3 واي 4 واي 5، واضح؟ هسه شنطاني هو انطاني الاوتبوت 2، الاوتبوت 2 ايش قد بالباينري؟ هاي 0 1 0 اللي هو نفسه هذا 0 1 0، وانزل الجواهن كلهن 0 1 0 1 0 هذني كلهن نزلتهن، بالتالي التروث تيبل انملى عندي. ذني الثلاثه قلت لكم ثابتات التعداد بالباينري، وذني السته والسبعه ثابتات صفاره، بقى ذني الثلاثه اي 3 واي 4 واي 5 ذني حسب الاوتبوت اللي يعطيك اياها. لو منطيني الاوتبوت اربعه راح شو اقول؟ اقول 0 0 1، يعني ذني كلنا ماشيين 0 0 1 ومشي 0 0 1 للنهايه، واضح؟ لو منطيني الاوتبوت واحد اقول 1 0 0، هذا هاي قيمه الواحد اجيبها اخليها هنا ذني الثلاثه وانزل لي جوا، بالتالي التروث تيبل انملى عندي والرسم هو ثابت عندي، واضح؟ فاذا هذا السؤال يجي 100%، يجي لو للصباحي لو للمسائي. نجي نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني اصلا ما راح اشرح لكم لان ما بي شيء. اذا جاك هذا السؤال قال لك اذا شفت فول سيستم، هذا نمط السؤال وحفظه، اذا جاك نمط هذا السؤال هذا فول سيستم ترسم هذا وتسوي جدول، الجدول هو ثابت بعد ما يتغير لان ما ابي اوتبوت، تكتب الباينري من الصفر المين للخمسه، هاي صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، واضح؟ هاي لو تلاحظ التايمر، التايمر عندي متكرر اثنين، تايمر تايمر هنا بورتات هنا ريجستر، ليش التايمر تكرر؟ لان قلت لكم قبل احنا هنا بالتايمر لو تلاحظون قلت لكم هنا بالتايمر ينطي اشارتين الديكودر، الديكودر ينطي اشارتين للتايمر، هاي هيك يعني مساله فهميه اذا تدرون تفهمون الرسم. ف احفظوا اذا اجى هذا المنطوق فتحفظون هذا الرسم، واكو منطوق ثاني لهذا الرسم موجود هسه راح اشوفه لكم. هذا المنطوق الثاني موجود بالملزمة، هذا المنطوق الثاني إذا أجيت رسمه هو هذا نفسه موجود بالحاسبة ونفسه هو هذا رسم الجواه، واضح؟ أنا بالنسبة لي الفصل العاشر ما راح أقرأ، راح أقرأ ذني السؤالين، هذا السؤالين متأكد واحد من عندهم راح يجي للصباحي وواحد يجي للمسائي، واحد تسوي كوبي بيست وعرفنا هذا يجي كأما فول سيستم يا أما المنطوق الثاني اللي بالملزمة صورته لكم هسه، وهذا الرسم تحفظه مثل ما هو حسب المنطوق الفوق، والتروث تيبل الجدول قلت لكم حسب ينملي حسب الاوتبوت، ذني ثابتات ينزلن، ذني ثابتات ينزلن، وذني السبعه وسته اظن ذني ينزلن صفاره، وذني الثلاثه واربعه والخمسه حسب قيمه الاوتبوت. ها شوفه كله يشابه 0 1 0 0 1 0 الى النهايه، واضح؟ هذا الفصل العاشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.